اوكي، نرجع مرة ثانية للسلايدز اللي كنا عليه. دكتور رما أكمل رجعتي. كملي يا رما، سنة هركا. فيك كنا. فبحكي لك إنه بالأول كان في إثباتات إنه الحجر المنزلي وإنه بأسبوعين بالبيت نضل بتخف كثير الحالات، بينما هسه يعني صاروا يعملوا مثلا جمعة وسبت أو جمعة لحالها، الناس بطلت تقتنع، يعني الناس بدها كمان زي ما أنت حكيت إنه بدها إشي ريلي يكون إنه جد فعليا بتخفف من الحالات. نعم، صحيح صحيح كلامك. يعني هو في كونفرونتيشن عاليه، قلت انا انه هلا في كونفرونتيشن عاليه او مواجهه عاليه بين القوى الفورسز الموجوده لحد الان. بعد في فورسز، بعد في ناس كل يوم بيصلني ايفيدنس تقريبا قويه جدا بانه في هناك تلاعب في قضيه في الموضوع. اوكي يا رما، الله يعطيك العافيه. طيب ال راما، في عندنا سوسن، تفضلي يا سوسن. يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا سوسن. لا بس تعقيب على موضوع الحجر وهيك، هم كمان من الأسباب مش بس إنهم عم يعملوا حجر جمعة وسبت أو جمعة هلأ لحالها بس مشان بس الكورونا، هم لأنه الأسباب تاني، لأنه المستشفيات ما عاد تستحمل يعني هاي الأعداد الكبيرة، لأنه خاصة بجمعة وسبت بيكون مثلا حوادث السير بنسبة كتير أكبر حسب الدراسات، نعم فلهيك هم بتم يقللوا عدد الأشخاص اللي بيدخلوا المستشفى فبيعملوا هذا الحجر، يعني مش بس مشان كورونا. صح. طيب نرجع ل في أحمد. أحمد تفضل. يعطيك العافية دكتور. يا هلا فيك. دكتور، بالنسبة لمقاومة التغيير صارت معنا يعني قصة. لما كنت باليونيسف كان الأطفال الريفيوجيز اللي بيجوا من سوريا، فكنا نستخدم معهم علاج لما يكونوا في عندهم تروما، يعني نتيجة القنابل والحروب اللي صارت. فأحد قصص النجاح نشرت بمجلة في جامعة سياتل الأمريكية، استخدمنا هذا السكسسفول ستوري عشان نوظف نيو تكنيك بالريلاكزيشن سيشنز للأطفال. يعني كان إنه في معارضة من بعض من بريطانيا ومن بعض المجالس إنه مش راح يزبط معنا هذا الإشي، فاستخدمنا السكسسفول ستوري اللي نشرت في المجلة كدليل إنه هاي الطفلة استخدمنا معاها التكنيك هذا وهاي التولز ونجحت وتعافت ونجحت الموضوع. يعني مش التغيير، يعني راح التغيير اللي كانوا رافضينه. كويس. طيب هاي الستوري ممكن تكتب لنا اياها، تودي لنا اياها، ننشر لك اياها؟ تمام دكتور. طيب ودي لي اياها، ودي لي اياها، خليني انشرها على الاي ليرنينج، او ان بنعمل شاء الله شات على الاي ليرنينج، بنعمل ديسكشن على الاي ليرنينج وبننشر ننشرها مشان نشوفوها البقيه. فيري جود ستوري يا احمد، فيري جود. ان شاء الله دكتور، ان شاء الله. طيب نرجع اذا ما في اسئله نرجع للسلايدات، بانه هنا الصفحه شايفينها اللي هي leading change major factors affecting success of change. أو هاي بتساعدك كثير على فكرة، ممتاز جدا إنه تقول مثلا لنفسك شو أنا العوامل اللي ممكن أنا أستخدمها حتى تساعدني في إني أغير هالبشر هذول العنيدين، الأسرة، المؤسسة، الناس اللي معاي، زملائي، حتى شو الأشياء اللي ممكن تساعدني، بس هاي على مستوى مؤسسي طبعا. أول شيء في عندك بدك تستنجد في advocates of change، خاصة لما تكبر العملية. هسا وضع كورونا كبير العملية، ففي بدك advocates of change. advocates، كلمة advocates معناها المناصرين، المؤيدين، أو مرات ممكن نسميها الدعاة، دعاة التغيير. هذولا بدك تشوف مين هم الدعاة وتوظفهم في العملية. برضو من العوامل اللي بتساعد في نجاح التغيير هو درجة degree of change. كل ما كان التغيير major change بصير القضية صعبة. بدك تعرف انه التغيير major زي كورونا problem، بدك تشتغل صح. برضو من العوامل اللي هي time frame. مرات عملية التغيير لحظة، مرات اسبوع، مرات شهر، مرات برنامج التغيير بيقعد عندنا سنوات. الدكتوراه مثلا لما تروح تكمل دكتوراه انت، هذا برنامج تغيير. يعني الجامعه لما تبعث ناس يكملوا دكتوراه هذا تغيير. قديش بيقعد؟ 4 سنوات تكمل دكتوراه مثلا. امباكت اوف كلتشر، تاثير الثقافه، بدك تشوف تاثير الثقافه وتشتغل عليه.
يعني الثقافة مرات تأثيرها إيجابي، مرات تأثيرها سلبي. مثلا تغيير الناس في العادات الاجتماعية زي الأفراح، زي مناسبات العزاء، لما واحد بتوفى بيجوا، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اصنعوا لآل جعفر طعاما، يعني بمعنى آخر في الزمان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي جعفر، فقال للناس جعفر وأهله، أهل جعفر مصابين، عندهم مصاب مش فاضين يأكلوا، سووا لهم أكل بسيطة قسمت الأزداد. إحنا الثقافة تبعتنا الآن عكس تماما، آل جعفر هم اللي بيسووا أكل للناس ومش راضي يتغير. التأثير الثقافي في العادات الاجتماعية والمناسبات الاجتماعية في الأفراح والأحزان والمناسف عندنا كثير قوية، صعب تغييرها، تأثير ثقافي قوي جدا. أوكي، إذا قد ما بصيح يا ناس يا عالم يا هو، الناس الميتين اللي بموت لهم حدا لا سمح الله، إيه انتوا ناس سووا لهم اكلهم، مش سووا لكل العالم، والله انتوا بتعرفوا ترى في ناس بتلاقي بيعمل حوالي 50 منسف، وعلى ايام كانت زمان، على ايام 4 5 ايام زمانات، سأل جدودك او جدودك. اوكي، فتغيير الثقافي مرات صعب، بدك تعمل معه بطريقه صعبه. لما تعرف الفاكتور طبعا انت بتهيئ نفسك اكثر. والنقطة اللي بعديها evaluation change، بس أكثر نقطة بتساعدك اللي هي advocates of change، مناصرين لعملية التغيير. وزي ما ذكرنا قبل شوي الوشوشناك وياها توشوش، هاي اللي هي evidence. If you create an evidence for people you have made your homework. خلص واجبك، أنا أكثر من هيك ما بقدر، أكثر من هيك ما بقدر إنه أقدم لك أنا دليل. لذلك حتى في عهد الرسل والأنبياء كانوا الناس يأخذوا الدليل، بالأخير قالوا لسيدنا محمد أرنا ربك، ولسيدنا عيسى قالوا له فرجينا ربك، وسيدنا موسى قالوا له فرجينا ربك، أرنا الله جهرة، انزل علينا مائدة من السماء. اليهود قالوا لسيدنا موسى انزل علينا مائدة من السماء، وحتى نزل عليهم مائدة من السماء وقالوا له لا روح اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدوا. فهي source of success is dealing with these five forces or five factors. Advocates of change, بدك تستنجد بالمناصب بالناس اللي ممكن ينصروك ويوقفوا معك. اوكي، زي الانتخابات البرلمانية اليوم، ان كل المرشحين بدوروا على advocates، بدوروا على مناصرين لهم. degree of change بين ما تكون major او minor يختلف الوضع. time frame بين ما يكون long او short. impact on culture بين ما يكون الثقافة تأثيرها قوي أو ضعيف. كل ما كان ضعيف كل ما كانت العملية أسهل، كل ما كان time frame قليل كل ما كان أسهل، كل ما كان degree of change minor مش major ما تكونش كبيرة بيكون أسهل، كل ما كان evaluation of change كويس وهذا بيكون الأمور كويس. أوكي، فadvocates of change حكينا عنها. persons leading change often most important forces for change. OD practitioner may be brought into assistance. بس فعرفوا اللي حكيت لك قبل شوي. Degree of change is change minor or major. زي ما حكيت. Time frame greater chance of success if change is gradual. إذا time frame بعطيك إنه التغيير تدريجي بكون كويس. إذا التغيير بده radical change longer time frame فحسب مرات تغيير راديكال، مرات gradual، مرات quick، مرات slow، فهذا بيفرق معك. Some organizations only change for survival depends on radical change or introduced swiftly. Impact of culture, the greater the impact on existing culture the greater the resistance and the more difficult it is to implement change. كل ما زي ما ذكرت قبل شوي انه كل ما كان تاثير الثقافه كبير كل ما كان في ريزيستنس كبير. وقديش في ريزيستنس لقضيه المنسف، طريقه اكله، طريقه تقديمه، كذا كذا كذا. انا بكيف على المنسف، بس لما بالعزاء مثلا الناس بتسوي مناسف بتنكب، والله بزعل كثير كثير وانتم بتزعلوا اكثر مني، صح ولا لا؟ standards of performance developed designed to measure degree of change and impact on organization.
إذن بدك أنت تشوف لما بدك تغير بده يكون في عندك بالتغيير ستاندرد وبرفورمانس تطورها، اللي هي ما هي ما هو الهدف وما هي المعايير وما هو الأداء اللي أنا بدي أوصل له في عملية التغيير. أوكي، فهاي النقطة اللي هي a change model. The two major considerations in organization change are degree of change and impact of culture. من النقاط اللي ذكرناها قبل شوي بالشكل هذا، هو الكاتب بيقول لنا أهم شيء فيهم اللي هو الكالتشر والdegree of change حسب رأيه، وأنا بقول advocacy of change برضو مهمين، بس هو حط لنا إنه هذول النقطتين إنه اللي هو حاطهم بالشكل هذا. degree of change من على الخط الإحداثيات لهذا الأفقي، وأنا أفقي ولا عمودي هذا أفقي صح. الشينج بيقول لنا يتراوح بين ماينر وبيكبر بيكبر بيكبر حتى يصير هون ميجر، مع بيرتبط مع الإحداثي هذا اللي هو impact on culture. إذا في عندنا متغيرين يعني متغير degree of change رابطه مع متغير impact on culture، impact of culture أيضا من له لهاي. لما نربط هاي المتغير هذا العمودي في حالتين لو وهاي، والمتغير الأفقي في حالتين في ماينر أو ميجر، لما نربطهم مع بعضهم بيطلع عندنا أربع إحداثيات، 1 هاي وهاي، و 2 هاي وهاي، و 3 هاي هاي مع هاي، و 4 اللي هو ميجر مع إيش مع هاي إمباكت أون كلتشر. مشان تفهم السلافة ركز لي على أربعة لو سمحت، ركز لي على أربعة. بيكون عندنا high resistance to change في حالة التغيير اللي بأخذ فترة زمنية طويلة، وهو في وقتنا الحاضر اللي هو التغيير التكنولوجي اللي هو distance learning اللي هو تعليم أولادنا عن بعد وتعليمكم أنتوا عن بعد والجامعات عن بعد. التغيير هنا بالله عليكم degree of change مش major، و ال impact on culture تبعنا مش major أو هاي. أقوله لي واحد يقول لي أكيد دكتور. أكيد. فنتيجة لذلك إيش بصير لو أجاك كويز وسألك هذا السؤال وبيجيك كويز يسألك هذا السؤال، التغيير الاستجابة من الببليك أو من الامبلويز إيش بيكون هنا؟ هاي resistance, low chance of success. High resistance and low chance of success. That does not mean you stop. هذا لا يعني بأنه change وصل فقط لphase number one ومات أو two ومات أو three ومات. It means that you have to work so hard to manage resistance as we mentioned last time. You have to work so hard. But you at this level هو رقم واحد. Do you have to work so hard? No, you don't have to work so hard. Here نص نص، هون نص نص. بس هون وضعنا الحالي في التغيرات اللي بتحدث في القرن 21 كلها صارت سبحان الله تيجي هون. High resistance نتيجة لي high degree of change is major and impact culture is high. So this means that you have as a management to be more prepared to face this high resistance to increase the chance of success. Because it's low chance of success, to increase the chance of success, you have to do that. Okay? So change model, هذا اللي حكينا عنه, minor change, low impact. هاي كل الصفحات هاي اللي هي صفحة الثانية هنا, تفسير للي حكيناه. وهذا التفسير اللي حكيناه وهذا التفسير اللي حكيناه وهذا التفسير اللي حكيناه. هلا في المحاضرة القادمة بتركزوا لي على لو سمحتم بما أن السلايدات بتوفر معكم تركزوا لي على driving forces for change اللي هي الادفوكيتس اللي ذكرناها قبل شوي والrestraining forces for change اللي هي قوة الشد العكسي هذه. أوكي، لأنه قربت محاضرتكم عند الدكتور الثاني، إذا نطلق سراحكم تطلقوا سراحي، وأنا زعلان على الناس اللي بتأخروا شوية والناس اللي الستة اللي مش موجودين أكثر، لذلك ينبغي الحضور اليومي. الستة هذول المغايبين يجب يقدموا لي أسباب ليش غايبين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.
يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية دكتور. إلى اللقاء. السلام عليكم. الله يعافيك دكتور.